تشاهدون في هذا العدد من برنامج ماي فاميلي، قصة زواج ملهمة. قبل 20 عاما كان شابا مخادا تقدم لخطبة فتاة فوافقت بلا شروط، واليوم يكرمها أمام الملايين. اليوم أقول لك أمام كل الجزائريين شكرا على نعمة المودة والرحمة يا عائشة. شوفي اللي تحفي على البركة هذه، هي كان يعود الزمن لورا نكون أنا عندي 25 سنة وهو هكا نديه. كانت قالت لي كلمة شابة، قالت لي الله هذه قبلة الاحترام والمودة والحب. كانت قالت لي كلمة شابة، قالت لي على الزوج ديالها هو تاج راسك. تاج راسي اليوم غدوة مدى الحياة حتى الروح ومادنا. وتشاهدون أيضا في ركن طفل يتعلم، ماذا يجب أن تخبري لطفلك كي لا يتعرض للتحرش؟ يعني ما عندهاش ذكر، يعني كاين غير الانثى. اللي هنايا عنده يعني الاب عنده الطفله نتاعو توجور يعني يهضر معاها على اساس ذكر وليدي وروح اجيب. اللي هنايا ديروا في حسابكم باللي حتى هي يعني تكون نورمال تبدا تتقمص الشخصيه الخاطئه، شخصيه وخاصه بحر. كذلك الام اللي عندها الذكور وما عندهاش يعني الاناث تحكم الطفل نتاعها تقول لك هذه بنتي الصغيره. وكالعادة تاتا نادية وأطباقها الصحية والبنينة يروش يطيبوا الأطفالهم الرضع، دايما يطيبوا بطاطا زرودية بطاطا، إذا مشي هذه وينساوا باللي هذا كنز ثمين للأطفال الرضع. ابتداء من 6 أشهر كما قالت لكم تاتا نادية تقدري تشويها، أنا كنت نشويها ونهرسها بالفرشيطة ونزيد لها زيت زيتون، يعني الحق تربى عليها وما زال حد الآن يأكل. كل هذا وأكثر في برنامجكم العائلي الهادف ماي فاميلي، يأتيكم كل أربعاء 9:30 ليلا عبر قناة النهار.